ساهمت الألعاب الأولمبية بباريس ببروز عدد كبير من الرياضيين النجوم، ولعل أبرز هالرياضيين السباح الفرنسي ليون مارشان يلي حصد 4 ميداليات ذهبية، وهو أول رياضي فرنسي بيحصل على 4 ميداليات ذهبية فردية بدورة ألعاب أولمبية واحدة، وهو ثالث سباح فقط بسجل هالإنجاز بعد الأمريكيين مايكل فيليبس ومارك سبيتز. أما الأمريكي كوينسي هول فأصبح بطل أولمبي بال 400 متر بزمن وقدره 43 ثانية و40 جزء من الثانية، وهو خامس أفضل رقم بالتاريخ بهالسباق. وبمسابقة القفز بالزينة بألعاب القوى فتمكن اللاعب السويدي أرمان دوبلانتز من الاحتفاظ بذهبيته، ولكن عاد وحطم من بعدها رقمه القياسي العالمي بتسجيله 6.25 متر. أما الأمريكية سيمون بايلز حققت 3 ذهبيات وميدالية فضية بالجيمناستكس، وإذا منرجع على فرنسا فحطم البلد المضيف رقمه القياسي من حيث عدد الميداليات، والملفت هالسنة كان أنه الميداليات الذهبية تحتوي كلها على قطعة حديد من برج إيفل لتبقى ذكرى بحياتها الرياضيين المتميزين لمدى العمر.